واجدين باش هذا المبادره نتاع الوزير هذا، احنا ما رانا فرحانين ماذا بينا المساجد تفتحوا وان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء هذا، ونتهناو كاع ماشي غير احنا، كاع العالم ان شاء الله الاسلامي يتهنى من هذا المرض هذا. وحنا الحمد لله احنا راهم الشباب قايمين، الجماعه لا باس بهم يعني، راهم هنايا قايمين باللازم، وعندنا الحمد لله عندنا الوسائل، عندنا الماء، عندنا كل حاجه يعني يعني الحمد لله. هذه الساعه باكي تفتحوا الجوامع ان شاء الله، تكون نجي نصلي ونكون ان شاء الله مرتاح ان شاء الله. راني مع النيتواياج نتاع برا والداخل، وراني مع التنقيم ثاني ان شاء الله بان نعطونا من النقمه ثاني بان نعطونا كودما ان شاء الله باذن الله. والحوايج عليه برا احنا ننظفوها ان شاء الله. اربع شهور وحنا نعقموا، عقمنا نجم نقول لك 120% من مدينه بودواو، تسمى كي نقول لك 120% من مدينه بودواو معناتها كاين بلايص اللي خدمناهم حتى 10 خطرات. اللي قال لك لازم يكونوا المساجد معقمين باش ان شاء الله الى فتحوا المساجد ان شاء الله باذن الله يحلوهم ان شاء الله. احنا نحن في الخدمه المواطنين ان شاء الله كي يدخلوا الجامعه ان شاء الله يكونوا في حفظ الله، راهم في بيت الله ان شاء الله ما يقيسهم والو. وحنا ثاني كنزيدوا نعقموا المساجد كاع واش كاين على مستوى مدينه بودواو، رانا في الخدمه.